افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمدينة برج العرب في الإسكندرية، وقال إن المسجد هو التاسع الذي تتسلمه الوزارة في مدينة الإسكندرية بعد تسلم 8 مساجد على محور المحمودية، جميعها تحمل وتخلد أسماء شهداء ضحوا بدمائهم وأنفسهم في مواجهة الإرهاب. في دولة تخلد تاريخ العظماء والشهداء من أبنائها وتعترف بالفضل لأهله، وزير الأوقاف ومحافظ الأسكندرية يفتتحان مسجدين جديدين يحملان أسماء الشهيدين العقيد أحمد المنسي والرقيب أول مصطفى أحمد، شهداء ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم فباتت ذكراهم فخرا للوطنية. إطلاق أسماء الشهداء على المساجد هذا تأكيد لمعنى البطولة والفداء والتضحية في سبيل الوطن، هو تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن، هو وفاء بحق من ضحى بأنفسهم في سبيل هذا الوطن. بنرد على المزيفين ومشككين واللي بيشككوا ويدعوا ان احنا بنهدم مساجد، لا انا بقول لهم اذا احنا هدمنا زاوية صغيرة بنبني مسجد كبير مكانها، بل مش مسجد، احنا مجمع خدمات متكامل بيضم مستوصف ويضم مكتب تحفيظ قرآن ويضم خدمات عديدة لصالح المنطقة واهلها المقيمين فيها. ومن منطلق خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل وتقديرا لأبناء مصر العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها والحفاظ عليها، جاءت افتتاحات المساجد الجديدة لتكون أبلغ دليل على البناء والتعمير الذي تشهده الدولة منذ سنوات مضت وحتى الآن. جميل في هذه المساجد إنها كلها بأسماء شهداء، زائد ان المحور كل الكباري العلوية والمشاة باسماء شهداء، وهذه لمسة جميلة من القوات المسلحة. افتتاحات لمشروعات في مختلف المجالات ضمنها تشييد المساجد على مستوى محافظات الجمهورية واطلاق اسماء الشهداء عليها، دلالة على تقدير عطائهم الفريد وتضحيتهم في سبيل عزة الوطن والحفاظ عليه. من محافظة الاسكندرية، وليد هيكل، النيل.